الأولى مسألة بنجكبي أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذنا أخذا وبيلا. بنجك مني نيال خلقنا موني بنت ورزقنا موني ورزقا لم يتركنا هملا بايون تمت نينا نيو وايكاي دا فا يوني تي نون يوننت كيب كوكو توب دوغ الجنه كيب كوكو موي دوغ سفرا تيتال بي موي واخو بروم بي تبارك وتعالى تيتال بي موي واخو بروم بي تبارك وتعالى كون ñu delli wa tour ci asma wa sifat xola mu neñu al asma wa sifat tawqifiyya tour yalla yi ak melokan yalla yi tawqifiyya mo daf lay taxawlo yow daf lay taxawlo amo droit gëm ci dara amo droit wetti ci dara ba yalla gëm lola wala mu weddi lola lolo tax ñu ne يتوقف فيها على ما ورد في الكتاب والسنه بن لاجي لان موي مانا لان توقيفيه توقيفي توقيفيه موي ديس نتا تخاو نك سي كسه سي لو روت سي كتاب والسنه نك باثبات ما اثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كي سخل لا يلا عز وجل سخل البوبم سي القران ولا يونتي رب ذلك كوي سخل توقيفية ونفي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم دق ليلا دق البوبم ولا ينجي على ذلك وهي دق الصر لملني لا تأخذه سنة ولا نوم من برم تبارك وتعالى دقم من تدن له وما مسنا من لغو برم تبارك وتعالى من لغن نيو تشون بكم كبير بمبيرنك ganna bu ko yahud waxe dafa noppaleko ganna bu bin asman ak suuf yep nak min ghairi tahrif wala ta'tib min ghairi takyif wala tamthil kon ganna lolou muneñu legi nak dalil buy woné ci alquran ni al-ula ni borom tabaarak wa ta'ala daf ñoo sak wërsegal ñu bayiwuñu neenal ñu daf yoni ñun yonent kuko top dug aljana kuko moy dug safara moy waxu borom tabaraka ta inna arsalna ilaykum borom mune ñun ño yonni ilaykum ci yeen julit ñi nak rasulan kan muhammadan ngir aya bi dañ ci fek ñaari yon rasulan way nak bokkuñu ñaari yon rasulan ak ben yon ar rasul inna arsalna ilaykum rasulan bu ñëk bi kan la yonent yalla bi sallallahu alayhi wa sallam shahidan alaykum mu nek kuy fede alaykum ci yeen yowmal qiyam ni jotalina lak yalla galon nebo ci dara non tamit lu yonne won tamit fir'auna ci fir'aun rasulan fi nak musa fa asa mu daldi moy fir'aun ar rasula bimana musa فاخذناه عند الكوي جاب اخذا وبيلا جاب بو دغر جاب بو تر موي الك بنكو الك موم اك ارميم سي بير سي بير نخمي سي بير نخمي لاي بي تاميت دنجي جانغي ني لاي بي تاميت دنجي جانغي ني دانجي بو نيك سي موي يونت يالا بي صلى الله عليه وسلم لول ابن كثير واخ موني بو نيك بروم بي تبارك وتعالى دا فا موغل فرعون دا فا موغل فرعون غير موي بيم موي موسى ييغل ياو جوليت بي ني كيب كو موي يونت يالا بي صلى الله عليه وسلم لا يالا دي لي موغل مو غنا ترفوف لي موغل فرعون غير محمد مو غن موسى من المسائل الثلاث خلاصتها لي تنك نيت مساله يي نيك في سي بونتو بي موي الاولى دنجي فيك لان توحيد الربوبيه والاسماء والصفات نيار بي توحيد الالوهيه
نيتل بي البراءة من الشرك وأهله. من المسألة الأولى أثبت فيها المؤلف توحيد الربوبية والتوحيد الأسماء والصفات. دفتي سخل ناري خير توحيد بولن خير بولي جنجاني مسألة بنجك بي دفتي نك مانا الشهادتين ما شكر أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بولن خير بولي من خلقنا أي هو الخالق ويكي بنت ورزقنا موموي الرزاق ولم يتركنا هملا أي مؤطلين لا أوامر ولا نواهي مويلا بويا أمول ديقل أمول تري بل أرسل إلينا رسولا. الغاية من إرسال رسول عليهم الصلاة والسلام لن موتخ لن موي ديو بي أبجيكتيف ما تخبرهم بتبارك وتعالى يوني يونت برين نيار لنجي تود بي سيجي تو موي اقامه الحجه على الخلق موي تخاول لاي تي كاو جامي با الك يوم القيام كين دو وخ يالا خوما وون ديغوما وون ييغوما ديد وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا دو ني موغل موك او خير باتي دو دال يوني نيوم يوننت نيارال بي الرحمه يرمندي yermane ba borom bi tabaarak wa ta'ala am ci ay jaamam motax ba legi mu yonde ñam ay yonent wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin yonni wul ñew yonte bi lu lu nga nek yermane ñeel ñeel jaamii